يقول إن قدامك سكة سفر طويلة بتواجه فيه بأعداء ووحوش. أي غلطة بترتكب أنت والهلافيت هذا اللي معاك ما تدفعكم الثمن غالي. تفهم؟ طريق الخير صعب، يحتاج إنسان قوي وشجاع. عيالي بيموتون. ما فلتناش البلاد وقت الحرب علشان نفلتها الآن. ترم نفسك وعرف تتكلم مع من؟ تتكلم مع شيخ المشايخ. واحد من الأمن خائن بينهم، مصير البلاد كله بيدك. ضرب علينا رصاص. أنت قتلته. رجال. رجال والله. أنت نفذ الأوامر. حاضر. ممر آمن يومياً 11 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.